بالتأكيد دائما وأبدا عن مواضيعنا وعن أصوات المواطنين. هذه المرة أهالي الكفريات وقرية كور يواصلوا احتجاجهم على إقامة منطقة صناعية من الكسارات والمقالع الحجرية بالقرب من أماكن سكنهم. السيد فريد الجيوسي رئيس مجلس قروي كور ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد فريد. صباح الخير ست وفاء، صباح الخير لتلفزيون الفجر، وصباح الخير لكل فلسطين. أهلا وسهلا بك. يعني الموضوع لا يزال شائكا بصراحة حتى هذه اللحظة ولم يصل إلى حل جذري، بالإضافة إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتراض على إقامة هذه الكسارات أو المقالع الحجرية وفق ما أوردتموه خلال ربما بيانات مختلفة. لكن يوم أمس كان هنالك لقاء مع مالك هذه الأرض المحتسب سيد المحتسب، وكان قد تحدث عن شرعيته و قانونيته بملكيته للأرض وحصوله على ترخيص من وزارة على ما أعتقد الاقتصاد لوضع ربما المقالع الحجرية، بالإضافة لفتح وشق طريق ووضع سور أو جدار محيط بأرضه. يعني حتى هذه اللحظة إلى أين وصلت خطواتكم الاحتجاجية؟ هل كان هنالك تدخلات؟ هل فعلا ثبتت شروعية ومشروعية هذا العمل أو هذه التصرف بملكية الأرض من قبل السيد المحتسب؟ اختفاء يعطيك العافية. أول شيء بالنسبة لموضوع إقامة مقالع حجر وكسرات في قرية كور، نحن نعاني منذ أكثر من 20 عام من إقامة هذه الكسرات على أراضي منطقة الكفريات. طبعا نكون واضحين من البداية أنه إقامة الكسرات قبل 20 عام وقبل ما يكون في هناك مخطط هيكلي لمنطقة الكفريات كان يتبع مباشرة من الحكم المحلي دون تدخل بلدية الكفريات أو مجلس قروي كور، كان الترخيص يأتي دون أن نعلم. ولكن بعد أن عانينا من كل هذه الظروف وإقامة مقالع الحجارة والكسارات، قمنا بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بإعداد مخططات هيكلية تفصيلية للمنطقة لكي نحد من انتشار هذه المقالع وهذه الكسارات. ما حدث هنا أنه رغم وجود هذه المخططات ورغم رفض كل الوزارات المعنية من وزارة الزراعة، وأنا كنت قد زودتك بهذه الكتب، صحيح، كتاب رفض من وزارة الزراعة، كتاب رفض من وزارة الحكم المحلي، وأيضا كتاب رفض من وزارة البيئة، نتفاجأ بأن وزارة الاقتصاد هنا قد اخترقت القانون وقامت بإضافة رخصتين لمقالع حجارة في هذه المنطقة. من هنا نحن نود بس بشكل سريع اختفاء أن نسرد الحقائق لكي يفهم الرأي العام الفلسطيني بأكمله كيف وصلت الأمور إلى هنا. تحمليني. أول شغل إحنا بنعرف إنه هذه الأرض هي كانت لشخص فلسطيني عايش في الأردن وبدي يبيعها. تواصل معنا إحنا في مجلس قروي كور قائلا أنا بدي أبيع أرضي بس خايف أبيعها واللي بدي يشتريها يعمل فيها كسرات، لأنه بديش أضر المنطقة وبديش أضر أولاد بلدنا. قلنا ما فيش مشكلة، بنبيعها عن طريق التسوية في مجلس قروي كور، وهذا ما حدث في 2019. أتى 6 أشخاص من جميع، أغلبهم موزعين من أكثر من منطقة في الضفة الغربية ومن ضمنهم المستثمر الحالي، أتوا إلى مجلس قروي كور وطلبوا أن نسمح لهم بشراء هذه الأرض من خلال إعطائهم براءة ذمي، طبعا بعد موافقة صاحب الأرض الأصلي. قلنا لهم ماشي، راح نعطيكم الارض بس بشرط ممنوع تعملوا فيها كسرات او مقالع حجر، ووعدوا شرفيا واخلاقيا بانهم لن يقوموا بذلك، ومن ضمنهم المستثمر الحالي. فقمنا باعطائهم شرط بانهم يعملوا اقرار عدلي في المحكمه بانهم مش راح يقيموا كسرات او مقالع حجر. فكانوا فيش عندنا مشكله، بس احنا موزعين في اكثر من انحاء الضفه، اشي من نابلس واشي من منطقه جنين واشي من منطقه الخليل، فبنقدرش نعملها بالوقت المناسب، فبده يمثلنا واحد من الاشخاص هذول ويعمل اقرار العدل وهو يمثلنا الستة. فاحنا بدناش نعطل كمجلس، يعني مش دورنا نعطل بيع وشراء اراضي المواطنين، احنا حسب طلب مواطن صاحب الارض وافقنا على هذا الشيء. فهو قدم اقرار عدلي في المحكمه وزودتك فيه انه لن نقوم بانشاء اي كسارات او مكبات نفايات او مقالع حجاره في هذه المنطقه. ولكن يا اخت وفاء، يا شعبنا الفلسطيني، نتفاجأ بعد مرور اقل من سنه شهر 11 2020 بان هؤلاء الستي نفسهم اللي اجوا عندنا على المجلس وعدوا ب
بانهم اقامه كساره قدموا طلب بشكل رسمي من بنيه الحكم المحلي في تركيا بانشاء كساره. من هنا تم خداع المجلس القروي من قبل هؤلاء السته، وتم خداع اهل البلد بشكل عام، واصبحت تثار الشائعات باقامه كسارات في تلك المنطقه. اذا نحن نحكي عن شهر 11 من 2020 في الناس بتخوف عايشه. طبعا نتيجه وجود كسارات من قبل في هذه المنطقه والاحتجاجات القائمه من اكثر من 20 عام، الناس تتخوف بشكل غير طبيعي، لان هذه الكسارات تعمل على قطع ارزاق الناس في هذه المنطقه الملأة بالاف اشجار الزيتون والتي يحتاج عليها هؤلاء الناس. ولكن اتى هؤلاء الاشخاص واصبحوا يترددون على مجلس قروي كور لاقناعنا بقانونيه اقامه الكسارات. لم يكتفوا بخداعنا، وايضا اصبحوا يحاولوا اقناعنا باهميه اقامه الكسارات. مع ذلك توجهنا الى القانون، والحمد لله رفض كل الوزارات اقامه هذه الكسارة. وفي النهايه هذا للراي العام، لاني بصراحه انا احنا حاليا نعاني من بعض المحطات للاسف الفلسطينيه التي تحاول نقل صوره تزعزع والوحده الفلسطينيه، بحيث اننا نحن نرفض المستثمرين من منطقه معينه. بالعكس، الذي حدث ان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص قالوا نحن حاولنا ان نرخص كساره ولم يطلع فيه، وبالتالي نريد ان نبيع الارض لمن يستطيع ان يقيم الكساره. قلنا لهم احنا بالنسبه لنا ارض لصاحبها ما بنتدخل فيها، مين ما كان صاحبها الارض لمالكها، بس احنا حسب القانون لم يكن هناك كساره. وهذا ما تم. طب سيد فريد، يعني بعيدا عن الحديث عن موضوع الكسارات، تم بالفعل الحصول على إقامة مقلع حجري، وهذا ما تحدث عنه سيد مالك الأرض. ويعني بيقول أنا حصلت على الرخصة لإقامة هذا المقلع وبالتالي عمله قانوني، لكن هنالك، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدقائق القادمة مع سيد الأستاذ يزيد مخلوف، النواحي القانونية تستوجب موافقة كافة الأطراف، وهنالك مؤسسات أخرى أو جهات أخرى يجب أن تكون قد أصدرت الموافقة لإقامة مثل هذه، يعني كالبيئة نتحدث عن مثلا موافقة من الدفاع المدني، نتحدث عن البلديات أو المجالس القروية وما إلى ذلك من الجهات الشريكة، وليست فقط جهة واحدة مرخصة. نعم، وزارة الاقتصاد نفسها من خلال مدير الاقتصاد يقول لي نحن لا نعلم بأن هذه المنطقة داخلة لمخطط لبلدية الكفريات. طب كيف يعني وافقوا على الترخيص؟ مش عارف كيف وافقوا، احنا لحد الآن مش عارفين كيف وافقوا، مع انه هذه الرخصة لا تعطي اي حدا حق انه يمتلك هذه او ينفذ هذه. بس ست وفاء، ملحوظة سريعة. انه احنا كأبناء شعب فلسطيني نطلع على وسائل الإعلام ونحاول نحشد الرأي العام بطريقة يعني غير صحيحة ونأول الحقائق لكي نكسب تعاطف الناس، هذا ما نرفضه. احنا اول ما اجى المستثمر اخونا على الارض وصلت معاه انا شخصيا لدرء اي مشكلة او اي مفسدة، وصلت معاه قلت له بالحرف الواحد لو سمحت اعمل اذن اشغال، وجهته لبلدية الكفريات واتصل علي وراح الزلمة اخذ اذن اشغال. هو احنا ما بنركب انه يعمل طريق في ارضه ويسيجها، ولكن للأسف لما راح مراقب الأبنية في منطقة الكفريات على الموقع لم يجد التزام بإقامة سياج، ولم يجد التزام فتح طرق، وإنما هي عبارة عن كشف بؤر كشفية لمناطق مكالع حجرية. بالإضافة إلى أنه الناس لما تنزل أنت بواقر ضخمة جرافة ومعدات على موقع أنت رايح تفتح فيه وتسيج، الناس هنا فهمت الموضوع أنه وتيجي وتقول انا عندي رخص لمكالع حجر، فهمت الموضوع انك انت جاي تعمل مقلع حجر وكسار بطريقه غير قانونيه. هذا ما احنا وصلناه للناس، احنا مش ضد اي انسان يفوت ارضه، العكس، احنا عرضنا على الزلمه، عندنا مشاع بجانب الارض، عرضنا انه نفتح جامعات، واحنا عملنا هاي المنطقه منطقه معاهد وجامعات لانه الارض الحكوميه هناك متوفره. اكثر من 100 دنم هناك متوفره جاهزين نتبرع فيه لاي جامعه حكوميه. بالاضافه ليش احنا صنفناها معاهد وجامعات؟ بس في شغله احنا مهمه جدا، منا نقطع الطريق على كل شخص بحاول يدخل موضوع العنصريه وموضوع انه هذا من هاي البلد وهذا من هاي البلد،
نهائيا احنا دورنا مفتوحه لكل الناس ولكل المستثمرين اللي بيشتغلوا ضمن صحيح. القانون طب. وبنرفض احنا بنرفض في محافظه طول كرم وفي كل فلسطين انه نتهم بان نمنع اصحاب اراضي من انه يدخلوا اراضيهم. قريه كور الان والكفريات من جميع قرى فلسطين، اعلى منطقه في قريه كور يملكها شخص من الخليل تحتها 86 دونم، اعلى منطقه عن سطح البحر. طب ايضا هنا تساؤل سيد فريد بصراحه، وكان مستاء جدا السيد المحتسب مالك هذه الارض، قال انني تعرضت ارضه لاطلاق النار لتقريبا 500 رصاصه التي ادت الى احداث الضرر في بعض معداته المتواجده في تلك المنطقه، وبالتالي يعني ولذلك لحتى نقوم بعمليه او نتفادى حدوث أي إشكاليات لا سمح الله أو خلافات وانشقاقات ولرأب الصدع في هذه القضية، لابد من منع أي خطوة خارجة عن القانون، وهذه بالتهجم أو الاعتداء على كل من يكون متواجد في هذه الأراضي، بغض النظر سواء كما قلت قبل قليل أستاذ فريد أنه إحنا كلنا وطن واحد وبلد واحد، وإحنا بنرحب بكل أحبتنا من مختلف الأماكن، ولكن هذه الخطوة هي لا إنسانية ولا قانونية وغير محمودة العواقب بصراحة، لأنها تؤدي إلى تجسيد ربما الانقسامات، تؤدي إلى تجسيد النزاعات بين الأطراف. نعم أخت وفاء، اللي بتحكي فيه مليون في المية إحنا معاه. إحنا الأرض أي شخص كائن من كان لا يملك أي حق بالاعتداء عليه سواء إطلاق نار أو أي اعتداء، إحنا ضد هذا التصرف. إحنا مثل جهة رسمية، مجلس قروي وأهالي موجودين في منطقة الكفريات، نرفض هذه الاعتداءات ونزينها ونحث ونشد على أيدي الأجهزة الأمنية بأن تقوم بإلقاء القبض على هذه الجهات الخارجة عن القانون. ولكن أنا لا أعالج الخطأ عن طريق إشاعة خلينا نقول التصرفات أو العنصرية في هذا المكان أو في هذا الموقف، لا يجوز ذلك. هناك قانون، بصيرش أنا أجي أقول للقانون بدي حقي وبنفس الوقت أروح أعمل زعزعة في الأمن والسلم الأهلي على مستوى فلسطين. ليش مدام أنا بدي حقي راح يوصلني وفي قانون راح يوصل لي حقي، بس إني أنا حاول اخلق نوع من هذه الامور. احنا هذا الحكي رافضينه، احنا بنحترم جميع ابناء الشعب الفلسطيني، احنا بنتمنى من كل جميع ابناء الشعب الفلسطيني يقعدوا عندنا ودورنا مفتوحه. فهذا الكلام لا مرفوض من عندنا رفضا نهائيا اخت وفاء. نعم. ونتمنى من الاخ المستثمر ان يبدا باجراءاته القانونيه وفق القانون خطوة من الجهة المعنية وهي بلدية الكفريات، لا يذهب لوزارة الاقتصاد مباشرة ويحصل على هذه الرخص، لا نعلم كيف حصل عليها، يبدأ من بلدية الكفريات، يبدأ من الأهالي الموجود في المنطقة، يتعاون معهم بطريقة متسلسلة بشفافية صدقا، سوف يكون هناك تعاون قوي جدا معه في سبيل تحقيق كل ما يريد في هذه المنطقة، طبعا ضمن القانون وضمن ما يسمح له القانون. وبالتأكيد نحن سنحاول استيضاح الصورة أيضا من مختلف جوانبها، وفي ذات السياق سنبقى وفي ذات الموضوع لنستطلع وجهة النظر المختلفة. أشكرك جزيل الشكر السيد فريد الجيوسي رئيس مجلس قروي كور، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد بناء على مطالب المواطنين والأحبة في مختلف الأماكن لتناول هذه القضية بكل تفاصيلها، كنا قد تحدثنا يوم أمس وبمطلب أيضا منه شخصيا السيد المحتسب مالك الأرض الخاصة بإقامة المقالة على الحجرية والكسارات وما إلى ذلك من الأمور، والذي أتحنا له المجال ليتحدث بأريحية في هذا في هذه النقطة. كذلك الحال نستمع للرأي الآخر كما عودناكم دائما وأبدا. نكمل مع حضراتكم في مشوارنا، والمزيد من الفقرات سيكون في جعبتنا إن شاء الله بتفاصيل أوفى، لكن بعد هذا الفاصل.